مرحبا بكم في هذا التدريب عبر الانترنت حول التحقق من النفقات بالنسبة لبرامج التعاون عبر الحدود. لقد نجحنا حتى الآن في إعداد المشروع وإنشاء نظام جيد للرصد، وقمنا بمناقشة القضايا الإدارة المالية. مشروعكم الآن على الطريق الصحيح. تطلب برامج التعاون عبر الحدود تحديثات دورية حول تقدم المشاريع، وتأخذ هذه التحديثات غالبا شكل تقرير مرحلي يتضمن معلومات تتعلق بالمحتوى وبالجانب المالي ويرسل لهيئات البرنامج. ويمكن أيضا أن تكون التقارير المرحلية مصحوبة بطلب السداد. يقوم كل مستفيد بإعداد تقريره المالي، ثم يطلب من أخصائي مستقل التثبت من نفقات المشروع، وتسمى هذه المرحلة بلغة البرنامج التحقق من النفقات. يقوم المستفيد الرئيسي بإعداد تقرير موحد يرسله إلى البرنامج، وذلك بعد الأخذ بتقارير كل الشركاء. تسمح عملية التحقق من النفقات للبرنامج التأكد من أن المعلومات المالية التي يقدمها المستفيدون موثوقة وجاهزة في حالة مراجعة لاحقة. تنجز عملية التحقق من نفقات المشروع إما عن طريق الموظفين العموميين أو عن طريق مراجع حسابات القطاع الخاص، وذلك حسب بلد المستفيد. وفي كل الحالات هم ملزمون باتباع الإجراءات التي حددها البرنامج. في حال اعتمادكم على الموظفين العموميين لا حاجة لعقد قانوني، أما إذا كنتم في بلد يعتمد على مراجع الحسابات من القطاع الخاص فعليكم اختيار مراجع للحسابات والتعاقد معه. وقد تختلف قواعد الاختيار والتعاقد، فعلى سبيل المثال تضبط بعض الدول قائمة بمراجع الحسابات المقبولين ويتعين عليكم اختيار واحد من تلك القائمة. راجعوا من فضلكم وثائق البرنامج وتحققوا من الوضع في بلدكم. كيف تخططون للتعامل مع مراجع الحسابات؟ من المستحسن أن يكون تاريخ توقيع عقد كل مستفيد مع مراجع الحسابات أقرب ما يكون إلى بداية تنفيذ المشروع. وعندما تقترب آجال إصدار تقرير الفترة الأولى ينبغي أن يكون المستفيدون على استعداد لتقديم جميع المعلومات اللازمة للتحقق من النفقات. دعونا نرى كيف يتصرف الشركاء في المشروع أميرة، بدر وكارلا. مرحبا أميرة وبدر، لقد اقتربت آجال التقرير وينبغي أن نبدأ في إعداد الملفات والمعلومات والوثائق لمراجعي الحسابات. لنخطط لعملنا حتى يتسنى للحصول على جميع المعلومات اللازمة وتقديم تقرير المشروع للبرنامج في أقرب وقت ممكن. فكلما أسرعنا في تسليم الملفات إلى مراجعي الحسابات كلما كان بإمكانهم بدء العمل بسرعة أكبر. مرحبا كارلا، لقد تم الانتهاء أخيرا من التعاقد مع مراجعي حساباتنا ولقد تحدثنا عن الوثائق الضرورية. مرحبا، كل شيء يسير على ما يرام. يشترط البرنامج أن تكون تكاليف المشروع حقيقية مسجلة بدقة ومؤهلة، وهذا شرط إلزامي للمستفيدين. يجب على مراجع الحسابات التحقق من مدى احترام هذه المبادئ، وما إذا كانت السجلات المحاسبية مناسبة، وكيفية حفظ المستندات، وكيفية التعامل مع الإيرادات إن وجدت، كما يقع على عاتقه الالتزام بالإبلاغ عن التكاليف التي تمت مراجعتها، بما في ذلك النتائج حول التكاليف غير المؤهلة في حالة لم يتم الالتزام بالقواعد. أهلا، كيف حالك؟ أردت أن أتحدث معك عن ترتيبات التحقق من النفقات. أنا أحتاج أن أحصل على عقد المنحة والمستندات المالية والأدلة على أنشطة المشروع، وأحتاج أيضاً إلى السجلات المحاسبية وغيرها من المستندات، فكيف يجب علينا تنظيم عملية تبادل الوثائق؟ أما في حالة شراء أي معدات أو إنشاء بنية تحتية، فسوف أحتاج إلى رؤيتها على عين المكان. حسناً، هل بإمكاني إعداد حزمة كاملة من المستندات تصلك بعد أيام قليلة من نهاية فترة التقرير؟ يمكنني إعطاؤك نسخاً مصورة؟ ولكن هل تحتاج أيضاً النسخ الأصلية؟ شكراً، يبدو هذا معقولاً، وفي الوقت الحالي ستكون النسخ كافية. أردت أن أعلمك أنه
يجب أن يقوم بزيارتك مرة واحدة على الأقل في العمر، في عمر المشروع من أجل عملية التحقق على عين المكان. سأقوم بالتثبت من المستندات الأصلية ومن حساباتهم، وسأقوم بفحص المعدات التي تم شراؤها، ولكن لنرى أولاً كيف ستكون عملية التحقق اعتماداً على الاستنادات. مرحباً كارلا، كيف حالك؟ أنا آسفة، لقد تأخرنا بعض الشيء في التعاقد مع مراجع الحسابات، ولكن أنا متأكدة من قدرتنا على إنهاء العملية في غضون أسبوع تقريباً، وفي كل الأحوال قبل نهاية فترة التقرير. هذا ليس أفضل سيناريو، ولكن إذا تمكنتم من توقيع العقد قبل نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، فسيكون الأمر على ما يرام. لقد خططنا للتعاقد على مراجعي الحسابات في وقت مبكر جدا من العمر المشروع. على أي حال، من الجيد تجنب المشاكل هذه المرة، ولكن من فضلكم دعونا نلتزم بالخطة المتفق عليها بالنسبة لعمليات الشراء التالية. عزيزي بدر، قدم من فضلك الوثائق الدالة على الحدث المنظم في 2 من يونيو كالصور والوثائق التي تم تسليمها للمشاركين مثلاً، أو محاضر الجلسات والقائمة المشاركين. أرجوك أن تقدم أيضاً صور المعدات التي تم شراؤها والتي تحمل الملصقات الدالة على تمويل التعاون عبر الحدود في إطار أداة الجوار الأوروبي. وأخيراً لا تنسى شهادة المنشأ بالنسبة للمعدات. ومن المهم أن يتفق المستفيد ومراجع الحسابات على كيفية تبادل المعلومات قبل وأثناء مرحلة التحقق من النفقات، وخاصة كيفية تقديم المستندات والإجابة على أسئلة مراجع الحسابات. تقع المسؤولية على كلا الجانبين، ينبغي على المستفيد أن يوفر لمراجع الحسابات وفي الوقت المناسب جميع المعلومات الضرورية، ومن ناحية أخرى يجب أن يكون مراجع الحسابات قادراً على التحقق من التقرير المالي وفقاً للمواعيد النهائية المحددة لعملية التحقق من النفقات. حتى إذا لم يتمكن مستفيد وحيد في المشروع من تقديم تقريره المراجع في الوقت المحدد إلى الشريك الرئيسي، فسوف يؤدي ذلك إلى تأخير تقديم التقرير الموحد إلى البرنامج، مما سيؤدي إلى تأخير في تسديد الدفعات القادمة بالنسبة لجميع الشركاء. أخبرني بيتر، هل تلقينا من أميرة وبدر جميع المعلومات التي نحتاجها للتقرير المالي الموحد؟ متى تعتقد أنها ستكون جاهزة لعمل التحقق؟ دعيني أرى الوثائق أولاً. على المستفيد الرئيسي التحقق من أن كل النفقات التي قدمها المستفيدون تمت مراجعتها من قبل مراجع الحسابات أو من قبل الموظفين العموميين. وبحسب البرنامج يقوم المستفيد الرئيسي بعملية التثبت هذه بنفسه، أو يطلب من مراجعي حساباته القيام بها مع احترام الآجال. زملائي الأعزاء، شكرا على التقارير والوثائق. لقد تم التحقق من تقرير الموحد وقمنا بإرساله للبرنامج. إن مراجع الحسابات الذي يقوم بالتحقق من النفقات هو أول امتحان خارجي لتمويل مشروعكم، ومع ذلك لا ينبغي على مراجع الحسابات أن يعتبر نفسه المدير المالي للمشروع، فهذا واجب المستفيدين. وبالتالي فمسؤولية المستفيد هي اتباع قواعد البرنامج وإعداد الوثائق والتقارير، ويتمثل دور مراجع الحسابات في التثبت من مدى استيفاء المستفيدين لهذه القواعد أثناء تنفيذ المشروع. سواء كنت مراجع حسابات أو مستفيدا، نتمنى أن تكون قد وجدت هذا الفيديو التعليمي مفيدا. تجدون المزيد من الوثائق الداعمة على منصة التعلم عبر الإنترنت.